السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة العاشرة من جوه الصيدلية. النهاردة هنتكلم على الانسكت ريبالنت أو الحاجات اللي بندهنها على جسمنا عشان تطرد الحشرات وما تخليش الناموس يقرصك. هي دي حلقتنا النهاردة. طيب الناموس الانسكت ريبالنت موجود في كل الصيدليات وفي منه أنواع كتير. خليني اقول لكم معلومه بسيطه الاول، ليه بنطرس وايه نوع الناموس اللي بيقرصنا. الاول الناموس ممكن يلقطك او ممكن يلقط الانسان من خلال حاجتين، يا اما من خلال الحراره لانه بيكون مركب العدسات اللي بتشوف الفيجن نايت اللي بيشوفك وانت بتتحرك بالحراره وممكن يلقطك عادي. تاني حاجه ان هو عن طريق ان هو المستقبلات الحسيه عند الناموس بتبدا تلقط حاجتين، ثاني اكسيد الكربون وحمض اللاكتيك اسيد او حمض اللاكتيك، وده بيتلقط ممكن يلقطها على بعد قد ايه؟ على بعد 36 متر تقريبا، عماره 12 دور. فعماره 12 دور ممكن يلقط البني ادم اللي قاعد تحت ده. طيب كل ما بتفرز عرق اكتر كل ما احتماليه انك تتقرص اكتر، لان الافرازات اللي بتطلع اكوردنج لنوع دمك، تمام، بيطلع منك افرازات من العرق، ده بيخلي الناموس يبقى متحفز ان هو يهجم عليك اكتر. المعلومه الجميله بقى في كده ان حريه المراه والموضوع هنا ان الناموس الانثى هو اللي بيقرص، الرجاله ما بتقرص والله العظيم. فاي حد اي ست تشتكي من موضوع المراه وحقوق المراه، لا حبيبتي احنا اللي بنتبهدل. طيب ليه بنقول الناس تستخدموا حاجات للناموس؟ عشان الناموس ده بين الامراض بشعه جدا، منها الزيكا فيروس او الدنجو فيفر وويست نايل فيفر واشهرهم طبعا اللي احنا عارفينه الملاريا. وقد ايه الملاريا كلهم بيتشابهوا تقريبا في الاعراض، اللي هي سخونه عاليه جدا والم في الجسم وتركيع وقيء والكلام ده كله، ولو ما تعجتش يبدا الموضوع ياثر سلبا على الانسان وممكن يموت. لما تقرص من الناموس اعراض قرص الناموس بتبدا بالم، حكه، احمرار، واحيانا بتوصل ان هي بتبقى ورم. خلينا نبدا نقول ايه الحاجات اللي موجوده عندنا في الصيدليه او ممكن نستخدمها او حاجات اللي موجوده في البيت. عندنا ثلاث حاجات طبيعيه وثلاث حاجات كيميائيه. ثلاث حاجات طبيعيه بتبدا الاويل اوف ليمون، زيت الليمون وزيت اللافندر والتي تري اويل، ودول بيستخدموا. كنا اتكلمنا تقريبا في فيديو عن الامل، وكنا بنستخدم ازاي كنا بنستخدم التي تري اويل ان هو اصلا كريبالنت او طارد للامل، وبالتالي طارد لاي نوع من الحشرات حتى الناموس. الحاجات الكيميائيه ثلاث حاجات عندي، اول حاجه اسمها الديت، وثاني حاجه عندي بيكاردين، ثالث حاجه موجوده عندي حاجه اسمها اي ار 3535. الفرق ما بينهم ايه؟ خلينا اروح دايركت للبرودكت واتكلم على الفرق. اول حاجه عندي في الصيدليه عندي البنز، عندي البنز. غالبا البنز ده عباره عن ايه؟ عباره عن ديت. الديت ده هو سيف، ما فيهوش اي مشاكل، ممكن اي حد يدهنه، بس هي المشكله ان هو ريحته قويه جدا، تمام. التركيز بتاعه اللي موجود في السوق من 10 ل 98%، وكل تركيز بيقعد فتره معينه. التركيز اللي موجود في السوق اللي هو موجود تقريبا تركيز 98% وتقريبا بيقعد 10 ساعات، لكن ريحته قويه جدا وريحته نفاذه، وهو اتس ذا موست افكتيف وان ان ذا ماركت، تمام. لما بتدهنه على الجسم، لو غسلت جسمك او غسلت اتوضيت، نزلت الميه، عملت اي حاجه، غسلت، لازم ترجع تدهن مره ثانيه. مشاكله المفروض ان هو ما بيعملش مشاكل، لكن مع بعض الناس اللي عندهم الحساسيه عاليه ممكن يعمل عندهم اريتيشنز وممكن يعمل عندهم شويه حكه، تمام، لكن ده ما بيحصلش مع كل الناس. ده النوع الاولاني. النوع الثاني هو الناتروبيل في ايه؟ في النوع الثاني اللي هو ايه؟ بيكاردين نفس الافكاسي بتاعت البنز، نفس الافكاسي بتاعت دي، لكن هو بيقعد فتره اطول، بيقعد 12 ساعه، واحتماليه ان هو يسبب حساسيه اقل من الديت، وريحته ستيل ريحته قويه. نيجي للنوع الثالث اللي موجود في الموستي دوز، واللي هم موجود في منه نوع للاطفال وفي منه نوع للكبار. طيب هو ببساطه في النوع الثالث اللي انا اتكلمت عنه اللي هو الاي ار 3535. ميزه الاي ار 3535 ان هو لا له لون ولا له ريحه، عشان كده ما بيعملش اي مشكله، لكن الافكاسي بتاعته اقل، والسيفتي بتاعته عاليه جدا، حتى ممكن تديه للحوامل. يعني ده ممكن تديه للحوامل ما فيهوش اي مشكله خالص، لكن الافكاسي بتاعته قليله، وبيقعد تقريبا وقت قد ايه؟ بيقعد 6 ساعات الا لو غسلته طبعا لازم ترجع تعيده مره ثانيه. طيب هل هو في الاي ار 3535 والاي ار انسكت ريبالنت؟
تمام بس ولا في حاجه ثانيه؟ طيب في الاي ار انسكت ريفالنت ومعاه لافندر اللي هو احنا قلنا عليه اللي هو الريبالنت الطبيعي او طارد الحشرات الطبيعي. ريبالنت بيعمل الحاجتين، اول حاجه بيطرد الحشرات عشان الريحه، وتاني حاجه الريحه بالنسبه لك انت عشان يبقى جنتل للناس اللي بتستقبله. ومعاه حاجه ثالثه اللي هي موجوده اسمها انكسون. الانكسون ده عباره عن مضاد للالتهاب، يقلل الالتهاب حتى لو حصل اي مشكله او اي عصا واتيفر اللي حصل، فبيقلل لك الالتهاب بتاعها. الفرق ما بين الادلت والتشيلدرن هو مع الادلت موجود عشان الادلت دايما بيروح وبيجوا، فموجود ديت اللي هو من هنا، تمام. يبقى مع الادلت هيبقى موجود اربع حاجات اللي هو الديت والاي ار 3535 ومعاه الانكسون ومعاه الطبيعي اللافندر اويل، فده بيبقى شامل كل حاجه. هو في منه كريم وفي منه اللوشن عشان الناس اللي بتحب تدهن لفتره، وده اللي بيبقى بتحب لو انت هتدهن للجسم. في حاجه لازم تاخد بالك منها وانت بتيجي تدهن. اول حاجه لما تيجي تدهن لاي حد ما تدهنش الا على الاماكن المكشوفه. ليه؟ هو ده السؤال الجميل جدا، هو ده السؤال اللي احنا هنساله، ازاي بيشتغل. انا قلت لكم ان هو بيلقط الحاجات، بتلقط الانتنه او المستقبلات الحسيه، بتلقط ثاني اكسيد الكربون او حمض اللاكتيك من على بعد تقريبا 36 متر. طيب انا لما باجي احط بيت او باجي احط بيكاردين او باجي احط اي ار، باجي احط واتيفر اللي بيحصل ده، لما بيطلع الغاز اللاكتيك او غاز ثاني اكسيد الكربون بيطلع، بيحصل ايفابوريشن للحاجات دي برضو معاها، بيحصل ايفابوريشن للديت معاها، تمام. فلما بيحصل معاه بيبدا يروح للمستقبلات الحسيه عند الناموس، فبيبدا يلخبط الدنيا، فما يشوفكش، فما يشوفش الانسان، فيبقى الانسان بالنسبه له الانسان او الحيوان، الانسان او الحيوان يبقى بالنسبه له غير مرئي. ودي الفكره. عشان كده انت لو حطيته تحت جسمه وانت لابس عليه، لما يتبخر هيروح فين؟ هيروح ملابسك، فهيضرك انت. لما هيتبخر من ايدك هيطلع فوق، وده اللي انا عايزه، تمام. ولما تيجي تدهن للاطفال منه ما تدهنش على راحه الايد، لان الطفل ممكن يحطه في ايده مع انه سيف، بس ما تدهنوش، وما تدهنش حوالين العين او حوالين الوش. طيب في عندك حاجات في الصيدليه، ودي اخر حاجه عندك، حاجات الافتر بايت، في منه القدر في منه الكيس. طب فكره الافتر بايت ايه؟ فكره الافتر بايت ان هو بيعتمد على فكره البي اتش، او بيعتمد على فكره الحموضه والقلويه. انت قرصه الناموس دايما حموضيه، فهي اللي بتعمل الالتهاب والحكه وانت بتحس بالاريتيشن. فعشان كده لو انا حطيت عليها حاجه قلويه ايه اللي بيحصل؟ تخف الحكه وما بتحسش بالالم. وده اللي موجود في الادلت، في امونيا، تمام، وفي التشيلدرن في صوديوم بايكربونات. سهله صح؟ ببساطه انا عندك حاجه قلويه، حتى لو انت في البيت اي حاجه قلويه حطيتها عليها على القرصه دي خلاص خلصت. وده الفرق ما بين قرصه الناموس وقرصه الدبور. قرصه الدبور قلويه مش حمضيه، فلما تيجي تحط عليها تحط عليها ايه؟ ممكن تحط عليها ليمون. ودي الفكره. اتمنى بالشكل ده احنا نكون عارفين ايه الفرق ما بين الانسكت ريبالنت وانواعه المختلفه. مفهومه؟ وقبل ما نقفل خليني اسالكم سؤال وتردوا عليا، واكتبوا يا ريت كل واحد يكتب الكومنت او يكتبوا او يسيب في الكومنت، هل في علاقه ما بين فصيله الدم وما بين علاقه انك تطرس اكتر؟ طيب خلينا نعرف اجاباتكم، اكيد هنرد على السؤال ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يوصل لكل الناس. ما تنساش عشان ما تتقرص يا ريت تعمل لايك، يا ريت تعمل شير لكل الناس اللي ممكن تتقرص. شكرا جزيلا، اتمنى اشوفكم بعدين في حلقات جايه كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.